66 رقم لصفحة ستطوى في رواية توثق تاريخ شعب النكبات والأزمات، وستبعد القارئ عن بداية الرواية عن إهداء بشع خطه كتاب بني صهيون. لكننا سنضع بين الصفحات محطات توثق الرواية من أهل الحكاية قبل أن يمضوا إلى دار الآخرة متوكلين. في مخيم الجلزون تعيش أم حافظ مع زوجها وأولادها وأحفادها، تعد سنين عمر قضى وتمحو منه بعض ما مضى لتشعر أن الأمل موجود في هذا العمر المنهك. كديش عمري يا حاج؟ 87 يا بيي 87. زوالها شوية 20 25. زوالها شد دعوة يا زلمة، خاف من الله. بيت نبالة موجودة في رسومات متخيلة وفي ذاكرة لا تهترئ وفي رائحة لم تفارق أنوفا شامخة. أبنائي واللي مشي واللي مشي أبنائي ولكم للي بيجي هان يقعد برضه، إنه لحد الآن يعني رغم إنه قد ما يكون مر الزمن لكن موجود هين وهين، فيش بديل عن حق العود، هين موجودي هين هنا في في قلبي وفي عقلي. والله صدقت، والله مالك، والله لو تيجي على بلدنا وتشوفها والله بتشرب العسل على مصاطبها، وحياة أبوك والله من كثر ما احنا بكينا شاطرين يعني غسل أديك قبل عمر. أحسين الإبن الشهيد يكمل المشهد في هذا البيت. وعذبوهم عذاب تنوصل العذاب لطريقة الوفاة في السجن، هذا من كثر التعذيب. هذا هو حسين ابني الله يرحمه. بعد وفي نبش الذاكرة الإلكترونية وجدنا في مكتبتنا فصلاً آخر في مخيم العروبي في الخليل، تراجيديا نضيفها لا ليذكرها التاريخ بل ليشعر بالعار. أنا بتذكر كدنا بالقلعة، كل قلعة كنت أقف عليها وأنا مع الغنم، كل عذقة شجرة كنت أقف جنبها، كل خروبة كنت أقيل في فاية، كل سدر بقيته كل عن ثمرها الدوم التمور. كيف بدي أنساها؟ إيش أنساها؟ أنا في النهار بس في الليل فيها. لما طلعنا اسبوعين وبنرجع وجاتها عقبنا لهن وعقبنا لهن حب قدامهن ومي مشان نرجع عليه. الدجاج ما قمناها، ظل الدجاج والحمام، بس الحلال بيمشي خذناه. هذا يقول اسبوع اسبوعين هذول في الهدن الناس بيرجعوا، وظلت جاي الناس مستعملين 14 قرية هذول. كنا بدناش نرجع، ضميرنا نرجع بعد أسبوع، لكن يا للأسف يا للأسف. أرضك قبال عينك وتشوف العدو مخدها، أرضك مسقط راسك مسقط راسك
شفنا شوفات بتخرفش عنها. انت تحط 10 عيال في خيمه، وين هذا؟ انه دين بالله. وين العرب؟ وين الاسلام اللي بيقولوا عنهم؟ وين هم؟ وين؟ لو في اسلام وفي عرب ظلينا لها الحين لاجئين احنا؟ ليش نظل لاجئين؟ ضيف وين بتروح بتكون ضيف؟ يعني شو معنى ضيف؟ وقت ايش بقول لك المحلي تبعك بكرهك بقول لك مع السلامه. اما وطنك بتغيب عنه 1000 سنة بترجع بقول لك اهلا وسهلا. وطنك بعطك وبحطك بحضنك. كانت في دارنا مغارة، الباب تبعها في داخل الدار، وهي هرعيه 30 متر برا. لو يعطوني ملك كل فلسطين ببدلهم مش بالمغارة اللي كنا فيها. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.